اسلام ومرحبا بكم. ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير ولاباس. رجعنا لكم اليوم في فيديو جديد وفي روسات جديده. اليوم ان شاء الله بقدره ربي باش نقدم لكم روسات بنينه برشا وفي نفس الوقت صحيه. وديجا كنت البارح في جروب من الجروبات سالت على نبته معينه تخرج يعني تنبت في تونس، اللي هي هذه النبته هذه في برشا ولايات، مثلا في سيدي بوزيد نسموها بليبشه، برشا يسموها رجله، ثم شكون يسميها بقله، ثم شكون بندلاقه، كل واحد كيفاش يسميها. اليوم قدرت ربي باش نوريكم روسات بالنبته هذه صحيه بنينه برشا، جربوها وما تندموش. نتعدوا توا طريقه العادات. نحطوا توا طنجره هكا، نخلوا نحطوا الزيت يسخن شويه، زيت هكا ما نكثروش. نصبوا معها هكا كعبة بصل متوسطة مقصوصة، نخلوها البصلة هذه تتقلى مليح. كيف ما تشوفوا هذه البصل متاعنا بدا يتذبل. توا باش نحطوا معاه كيف ما تشوفوا هكا تقريبا 50 غرام لحم مفروم. اللحم مفروم ماكش مجبور باش تحط، نجم تحط نجم ما تحطش. انا في الفروشات هذه نحط لحم مفروم كيف ما تشوفوا، ندلو اللحم هذايا مع البصل. كيف ما تشوفوا هذه تو بعد ما دلل اللحم المفروم، تو باش نزيدوا عليها هكا كعبتين طماطم كبار مقصوصين جويتين. نزيدوا عليها مغرفه صغيره هكا كيما مغرفه القهوه، طماطم معجونه باش نخليهم يتقلوا هذوما مع بعض. ننصحكم جربوها هكا بالطماطم الكعب، خاطر بالطماطم الكعب بتجي ابن من الحكه. هذيك علاش انا حطيت مغرفه صغيره. اللي يحب يستغنى عليها طماطم الحكه، طماطم المعجونه ينجم يستغنى عليها، يستغنى عليها، يستعمل طماطم كعب. انا استعملت كعبتين كبار هكاكا، مغرفه صغيره طماطم حكه. نخليهم هذوما يتقلوا مع بعضهم وبعد نرجع. كيف ما تشوفوا توا بعد ما دلت الطماطم تاعنا هذه، توا نجوا لهنا ناخذوا الرجله هذيه ولا البليبشه ولا النبته هذيه ونحطوها في الطنجره نتاعنا بشوي بشوي. النبته هذه نظفتها بالبدا، غسلتها وبعد نفختها درجين من زمان في الماء والخل. ماذا بيكم ديما الخضره نتاعكم الخضار الورقيه ديما نظفوهم بالماء والخل، خاطر الخل ينظف بالبدا يطهر، معناها تبدا ميكروب ولا تبدا حاجه مثلا حشرات ولا حاجه يبتلها. خليتها تنفخ درجين من زمان في الماء والخل. حاولوا نخلطوها بشوي هذيا. انا هذيا خليت ربطه، انت تنجم ماكش مربوطه معناها بالكميه هذه، تنجم تزيد تنجم تنقص. ياخذ كان الطرف الوطاني هذاك يعني الفوقاني العرف نتاعها ما تهزهمش ما تقصهم، جوست كان الطرف اللي فيه الورق. كيف ما شفتوا هذه تو حركتها باش نغطيها ونخليها هكا تتذبل ديجا من غير نصب لها لا ماء حتى شيء. ديجا تعرفوها اللي هي فيها الورق نتاعها فيه ماء، باش نخليها تتذبل هكا وبعد نرجع لكم. كيف ما تشوفوا هكا تو النبتة هذه نتاعنا كيف ما تشوفوها تذبلت في الماء نتاعها، توا باش نزيدوها هكا ثلاثة مغارف روز حسب الاختيار، تحب روز تحب برغل. هذوما ثلاثة مغارف غسلتهم ديجا تشوفوهم مازالو مدلولين. نحركوهم هكا مع بعضهم.
ديجا الرز هذا ما ياخذش برشا وقت، في ساعه يطيب يعني في نفس الوقت يطيبوا مع بعضهم. الفحات انا جوست باش نحط هكا تقريبا مغرفه صغيره ملح كيف ما تشوفوا هكا، مغرفه صغيره ملح بمغرفه القهوه، مانيش باش نحط الفحات. الفحات اختياري، تنجم تحط تنجم ما تحطش. انا جوست معناها نوريكم نوريكم يعني الروسيت التركيه يعني اللي تتعمل هنا في تركيا. في تونس تنجم تعملوا الفحات، اللي يحب الفحات ينجم يطوب، وتنجم تحط بالطريقه تعمل بالطريقه هذه، جوست ملح كهو كيف ما شفتوا. هذوما نحركوهم هكا. تو باش نزيدوا عليهم كيف ما قلت لكم، ديما كي باش تطيبوا ماكله هكا نصيحه، ديما عندك ماء سخون، ديما الماء سخون بجنبك، باش تزيد عليها هكا نص كاس ماء سخون كيف ما تشوفوا. ما هوش برش، جوست نص كاس ماء سخون كيف ما شفتوا. توا باش نحطها على نار هادية ونخليها تطيب في عقلها وبعد نرجع لكم. كيف ما تشوفوا هكا حطيناها على نار هادية تطيب، كيف ما تشوفوا تلاحظوا هكا من قريب الرز طاب. توا باش نطفي عليها. كما تشوفوا هذه الروسيت نتاعي توا حاضره، هذه الرجله ولا البليبشه ولا البقله اي واحد كيفاش يسميها، هذه توا الروسيت نتاعنا حاضره، ما تاخذش برشا وقت. ان شاء الله الروسيت استفدتوا منها وعجبتكم، جربوها ياسر بنينه. ان شاء الله بقدره ربي نتقابلوا في روسيت جديده في فيديو جديد، وان شاء الله بقدره ربي بنفس النبته هذه نوريكم طريقه اخرى وروسيت اخرى. نتقابلوا ان شاء الله في روسيت جديده وفي فيديو جديد، وفي امان الله.